محلية في مصر. النظام اللي احنا بننادي بيه اللي زي دوله الامارات العربيه المتحده او زي اللي حصل في العراق او زي المانيا او زي الولايات المتحده هيبقى بعيد، لان عندي دستور نهى القصه. الماده رقم واحد بتقول، اسمح لي اقول البدايه عشان بس نوضح الامور للناس، جمهوريه مصر العربيه دوله ذات سياده موحده لا تقبل التجزئه. كده الموضوع انتهى خلاص، احنا دوله واحده، دولة واحدة خلاص. يبقى انا مش هتكلم عن نظام فيدرالي. ليه كمان؟ انا حتى بأيد اللي وضع الدستور في هذه المادة، لان انا عندي، خلينا نتكلم بمنتهى الامانة للسادة المواطنين، انا عندي اكتر من 42% امية، نبقى في عندي في شمال سيناء وجنوب سيناء في قبائل. اما نتكلم عن النظام الفيدرالي، هو انا بتكلم على استقلال قضائي، ليه قضاء جنوب سيناء لهم قضاء لوحديهم، لهم سياسة لوحديها، نظام مال لوحده، اخش على الشرقية حضرتك. احنا مش عندنا وزارة تنمية محلية؟ طب انا جاي لسعادتك، بس اسمح لي، عندنا وزارة تنمية محلية؟ يعني انا ضد فكرة الفيدرالي التأثير. انا مع سعادتك، انا بس دكتور المنبيه عايز اوضح نقطة في غاية الأهمية، اني عندي 42% أمية داخل المجتمع المصري، ده طبعا بسبب مش هنقول فساد إداري على مدار العقود اللي فاتت إلى آخره، مش عايز أخش في النقطة دي جامد، بس عايز أكد على نقطة، إن في قبائل موجودة داخل المحافظات وفي عصبية. تخيل حضرتك إن أنا مثلا أجي أقول حاكم أو حكومة داخل حكومة شمال سيناء أو جنوب سيناء، طب إيه اللي هيحصل؟ هيجيبوا مثلا ان حد غير مهيئ، لا اداريا ولا لا اداريا ولا عنده خبره معلوماتيه ولا عنده استراتيجيه، ويقول له اتفضل سعادتك انت رئيس حكومه جنوب سيناء، زي ما بيحصل في دوله الامارات العربيه المتحده، في حكومه في دبي، في حكومه في شرق، ده نظام دولة، حكومه ابو ظبي. دستورنا منع الكلام ده، منع الكلام ده، ومحدش يزعل للمنع، لان في مبادرات قويه فعلا، مع ان النظام الفيدرالي هو اللي هينمي مصر في اقل من 30 40 سنه، ده اسرع نظام في العالم. يعني حضرتك شوف دبي 185 جنسية موجودين داخل دولة دبي، الكنديين والأوروبيين سابوا دولهم وشغالين في دولة الإمارات العربية المتحدة، مستحيل أبقى زينا زي نيويورك زي لندن، مستحيل. ليه؟ النظام تركيب القبلية الموجودة داخل مصر وانتشار الأمية وإلى آخره عطلت موضوع الفيدرالي. موضوع الفيدرالي آه مطلوب، مطلوب وبقوة، بس الدستور نهى القصة دي. انبسطت للناس، بعيدا، اسمح لي، بعيدا عن الشرح الأكاديمي، يبقى أنا مش قدامي